اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا يتقبل منا ومنكم أعمالنا في شهر رمضان، ربنا يتقبل الصيام والصلاة والقيام، واللي ما صامش كمان ربنا يتقبل عنه هذا الأمر، وبإذن الله يمهله إنه يعوض ذلك في أيام أخرى. عايزين ندخل عيد الفطر بدون أي مشاكل صحية، وعايزين نخرج منه بإذن الله تعالى بدون أي مشاكل صحية. فهنتبع شوية نصائح، مش هنبقى رخمة هنضيق على نفسنا ونقول بلاش وبلاش وبلاش، عشان الناس برضو بتتضايق من موضوع كتر بلاش، يعني بيولد العند ويخليهم بدل ما يبقوا يعني محافظين هيبقوا الضد تماما. دايما كده تيجي تمنع منع قاطع، تلاقي ان نتيجة المنع القاطع هو الانقلاب التام على كل ما هو صحي ومفيد. ولذلك احنا عايزين نبقى أذكياء، نتعامل ازاي مع الجهاز الهضمي معانا، خاصة للأمهات الحوامل وأيضا الأمهات المرضعات، وللإنسان العادي حتى الطبيعي، أنا أي حد تاني، أي أزواجكم، كل النصائح دي تنطبق على الجميع. أول نصيحة معانا هي لا تبدأ يوم العيد بالسكر. طبعا احنا عارفين ان في العيد المبارك بيبقى الحلويات من المحيط الى الخليج وفي جميع انحاء العالم، في عيد الفطر مشهور بالحلويات، ماشي هنمشي مع الحلويات لكن بخطة محكمة بحيث لا تؤثر علينا الحلويات ولا تكون هي الغالب، احنا اللي هنكون الغالبين بذكاء وحكمة في النظام الغذائي بتاعنا. لا تبدأ بالسكر، هتبدأ يومك بحاجة بسيطة. تعالوا نبدأ يومنا بكوب من الحليب، بساندويتش من البيض، ساندويتش من الجبنة الخفيفة، وحاجة بسيطة مش أكتر من كده نبدأ يومنا. خلي بالكم الإنسان العادي وهو في شهر رمضان بيبقى معود جسمه على إن ميعاد الأكل مش الصبحية، فلما تهجم هجوم في وقت أنت أصلا جهازك الهضمي وخط الدفاع بتاعك متعود إنه يقوم يشتغل على المغربية، فغيرت له الميعاد ده، فممكن تفاجئه فتبقى المفاجأة غير سارة بالنسبة له هو، فتحصل مشاكل بقى المعدة أثناء العيد. فأول حاجة لا تبدأ بالسكر. ليه لا تبدأ بالسكر؟ أول حاجة لا تبدأ بالسكر لأن بدايتك بالسكر هتبقى بداية خاطئة، لأن يعني أول ما الجسم يستشعر السكر بيرتفع نسبة السكر وبيعلى إحساسك بالجوع وبإحساس يعني من النهم إن أنت تاكل أكتر وأكتر وأكتر. ولكن أنا واحد من الناس خدت في يعني دبلومة في نظام خسارة الوزن من ضمن البرامج الصحية اللي أنا أخدتها، كان بيقول إيه، كانت بتقول الدكتورة اللي هي اللي بتحاضر المحاضرات، كانت بتقول لو أنت في اليوم الفري بتاعك ورايح حتى هتاكل في مطعم من مطاعم الفاست فود وانت ماشي على نظام مثلا رجيم، تعمل ايه قبل ما تروح المكان ده؟ لازم تكون مأمن معدتك ان انت تكون واكل اكل هيلثي، ان انت تبقى واكل مثلا خضروات وفواكه وشيء من البروتين الصحي، بحيث تبقى داخل على المطعم وانت رايح تاكل وانت اصلا مش جعان الجوع اللي ممكن تكسر بيه المحل اللي انت رايح. فده اللي هنعمله، ان احنا هنبدأ يومنا بافطار طبيعي متنوع العناصر الغذائية، هناكل البروتين مثلا البيض المسلوق، الجبنة، هناكل شيء من النشويات، الخبز الاسمر، هنحط مثلا نعمل ساندويتش من الجبنة او ساندويتش من البيض، نشرب كوب من الحليب، ممكن ناكل حتى لو عايزين شيء من السكر نبدأ بثلاث تمرات ونقف على كده وننتظر قليلا من الوقت، يعني مش عايز اقول لكم من ساعة لساعة ونص. عايز اقول لكم معلومة على موضوع ساعة لساعة ونص دي، ليه اشارة الشبع عامة عند البني ادمين كلهم بتوصل الى الدماغ بعد، عفوا، من المعدة الى الدماغ بتوصل بعد تلت ساعة. يعني انت لو انت بتاكل او حضرتك بتاكلي فدايما بتحس ان انت لسه ما شبعتيش، لكن لو قلتلك شيل المعلقة من قدامك وستوب على كده
وانتظري بس تلت ساعة، هتلاقي حاجة عجيبة حصلت، هتلاقي ان انت شبعتي. الله، ده انا ما كنتش شبعانة اول ما قمت. لان الاشارة بتوصل للمخ متأخرة تلت ساعة، فلذلك احنا هننتظر من نص ساعة لساعة او ساعة ونص حتى نتناول الحلويات، اللي هو بقى ايه، الكحك والبسكوت والحاجات دي، وهناخد حاجة بسيطة. بطبيعة الحال انت هتبقى خلاص امنت نفسك ان انت مش جعان وجسمك مش محتاج اي سكر، لانه خده من الخبز الاسمر وخده من البروتين وخده من الحاجات دي، خلاص انت امنت دماغك وعلى العال. هتاخد الحلويات، السكريات اللي هو الحلويات بتاعة العيد، قطعة واحدة او قطعتين وفقط، وتنتظر بعديها بساعتين ما تاكلش حاجة حتى يأتي بقى موعد الغداء. طيب، عايزين ننتقل لجزئية تانية في موضوع الغداء وخاصة بموضوع العيد، ودي بتكسر اصلا بشكل كبير جدا. يمكن في بعض البلدان مش بتبقى فيها الحكاية دي، ولكن في مصر منتشرة جدا. العيد هناكل رنجة وهناكل فسيخ. الرنجة والفسيخ، للبلدان اللي ما يعرفوش الرنجة والفسيخ، دي أسماك مملحة أو مدخنة، يعني مش مطهية جيدا، هي أسماك نية تم طهيها عن طريق التمليح أو التدخين، لا تعتبر أنها مطهية جيدا. ودايما على الحامل يخشى عليها من تناول أي أغذية أو أي بروتين غير مطهي جيدا، لانتشار بكتيريا السلمونيلا أو الليستيريا أو الحاجات دي كلها اللي ممكن تسبب جرثومة الحمل، واللي بتهدد الحامل فيما بعد لو أصيبت بيها وما تعالجتش في الوقت المناسب. ولذلك يخشى عليك من هذه المأكولات في شهر، في العيد، ان انت تتناولي الفسيخ. ممنوع منعا باتا، محدش يقرب من الفسيخ. ليه بقى؟ لان الفسيخ ده مش بس بكتيريا، وكمان كميه الملح اللي فيه ممكن ترفع الضغط عند حضرتك وتسبب مشاكل في عدم تدفق الدم بشكل جيد الى الجنين، وممكن تسبب الى تسمم غذائي، وممكن يسبب الى تسمم حمل ايضا. طيب الحل ايه؟ الحل ان احنا ممكن لو عايزين من نفسنا، والافضل ان احنا ما نجيش ناحيه الرنجه والفسيخ، ولكن لو عايزين، اولا فسيخ منعا قطعا، ما فيش حاجه اسمها هنقرب له خالص، لكن استثناء ممكن نستثني الرنجه، ان احنا نسخنها كويس جدا، وحبذا لو تتسخن في الفرن انها تبقى تحس بدرجه حراره عاليه شويه، عشان قدر المستطاع ان احنا نقضي على اكبر كم من البكتيريا ممكن تكون موجوده فيها، ونكتر ليمون وخل عليها. ليه؟ لان الليمون والخل فيها احماض بتساهم في القضاء على الفيروسات قدر المستطاع. وهي قطعه، يعني شايفين السمكه بتبقى يعني ناحيتين، هناخد نص ناحيه من الناحيتين، وحلوه قوي من نفسنا وخلاص على كده، ونقوم مؤدبين بقى. طيب النصيحه الثانيه، نرجع بقى لموضوع الحلويات. لن نتناول الحلويات بشكل مفرط. ليه؟ باحثون في جامعة، في مركز هاوستون لعلوم الصحة في جامعة تكساس، عملوا دراسة وقالوا إن تناول الحلويات والإفراط فيها بيضعف أنسجة وعضلات القلب، وده من شأنه إن هو يبقى عامل مشكلة في ضخ القلب للدم. وطالما في مشكلة في ضخ الدم، يبقى أنا عندي مشكلة. دايما احفظوها كده، مشكلة في ضخ الدم يبقى مشكلة في الجنين. مشكلة، أي مشكلة بتؤدي إلى مشاكل ضخ الدم أو قلة تدفق الدم الوصل للجنين، يبقى في مشكلة للجنين. فأنا عايز أبعد بكل البعد عن أي حاجة بتؤدي إلى عدم تدفق الدم بشكل جيد إلى الجنين. تناول السكريات يؤدي إلى هذا الأمر حسب هذه الدراسة. ايضا الاملاح الكتيره اللي موجوده في الاسماك المملحه تؤدي الى هذا الامر. بالنسبه للرنجه، في بعض الرنجات بتبقى دلع، تمام، وهنضيف لها الليمون والخل لو عايزين، ومره واحده وربنا يستر، سموا بالله وتوكلوا على الله. ولكن لو هتسالوني، الافضل هو بلاش الرنجه، لانها ممكن تكسر فيها اي بكتيريا ضاره تسبب جرثومه الحمل. طيب بالنسبة لقواعد الأمان بقى في موضوع العيد، بعيدا بقى عن التغذية، بعيدا عن التغذية، في زيارات، ما ننساش ان احنا لسه عايشين في
كورونا والأعداد بتتزايد، والموضوع أصبح يعني أنا واحد من الناس صراحة أعترف إني كنت من الناس اللي شايف إن الموضوع مش كبير قوي، ولكن أصبح الموضوع مرة واحدة شاء الله سبحانه وتعالى أنه هو يبقى كبير، فكورونا منتشر. فلذلك إحنا ما ننساش قواعد الأمان في الزيارات وفي استقبال الضيوف. أول حاجة، معلش لو في ضيوف جايين لي، مفيش ضيف يدخل بحذائه، ده رقم واحد. تاني حاجة، يعني يا إما إن أنا أرفع الحرج من على الضيف اللي داخل، إن أنا أكون محضر سبراي مثلا في كحول، إن أنا أي حد داخل بابتسامة لطيفة أرش على إيديه، أو أقوله يعني من الجو الحر اللي إحنا عايشينه ممكن حضرتك تخش تغسل إيدك، أو حضرتك تخش تغسل إيدك وتغسل وشك تطمني إن اللي داخل خلاص أنا أمنته. رقم اتنين، مفيش مصافحات، مفيش مصافحات، لا أصافح حد ولا حد يصافحني، ولا قبولات، ولا حتى الأطفال الصغيرين حد يعني يستلطفهم فيقبلهم وهكذا. تاني حاجة أو تالت حاجة، معرفش الرقم كام، إن إحنا دايما غسل إيدينا بالصابون كويس جدا. خرجته هو طبعا مفيش خروج لأن في حظر، ولكن الخروج يعني ممكن خروج عند حد من قرايبنا أو حد من قرايبنا جاي لنا، سواء إحنا اللي رايحينه أو هو اللي جاي لنا، نحافظ كويس جدا على موضوع عدم التجمع بشكل كبير جدا مع بعضينا. يعني حتى لو هنتجمع نحاول إن إحنا نبعد الكراسي عن بعض، نحاول إن إحنا ما نكسرش في هذه الجلسة، تكفي التحيات، تكفي الترحيب، وكفى تناول الطعام مع بعض، يعني كل واحد في طبقه، ما أنا مش لازم ناكل كلنا في يعني طعام واحد. هو الطعام لا ينقل العدوى، لكن المشكلة في قرب المسافات على الطاولة الواحدة، فلذلك لا يحبذ ان احنا ناكل كلنا في مكان واحد عشان النفس. عشان عايز اقول لكم ان 60% من حاملي كورونا ليس بهم أعراض، فأنت ممكن يكون في واحد من عيلتك قاعد معاك لا بيعطس ولا بيكح ولا حرارته عالية ولا أي حاجة وعنده كورونا، وقاعد جنب منك لازق فيك وانت مطمن له لأنه مفيش أي أعراض. أنا عايز أقول لحضراتكم إن 60% من مصابي كورونا حول العالم ما عندهمش أعراض، ودي الكارثة في كده. الكارثة إنها بتوصل للناس اللي ممكن يجيلهم أعراض، وبتبقى مشكلة بالنسبة لهم اللي عندهم ضعف في المناعة، زي المرأة الحامل بتبقى عندها ضعف طبيعي في المناعة. كمان من نصائح العيد، بلاش يا جماعة موضوع الأكل من الشارع أو الأكل من الدليفري، بقى إن احنا نجيب أكل من المطاعم، لأن برضو ممكن تكون فيها بكتيريا، والأكل يعني أنت مش عارف اللي دخل المطعم في المطاعم الخلفية بقى من جوه المطابخ عمل الأكل إزاي، إيده كانت نظيفة ولا لأ، عشان كورونا وعشان موضوع البكتيريا اللي ممكن تنشط في الأغذية الملوثة. بالنسبة للمشروبات، عندنا المشروبات المحظور الإكثار منها، مش عايز أقول لكم بلاش، لا يعني اتهنوا وانبسطوا، لكن كل شيء بالعقل. البيبسي، المشروبات الغازية عامة أسوأ حاجة فيها هو البيبسي. الأنواع التانية أخف ضررا، ولكن الضرر بتاع المشروبات الغازية التانية حتى لو اللي هي مش بيبسي بيبقى مشكلتها في الصودا، دي من شأنها أنها ترفع الضغط العالي عند الناس اللي عندهم استعداد لارتفاع الضغط، فبتبقى مشكلة بالنسبة لهم. فيفضل هو لو هنشرب هنشرب عصائر طبيعية، ولو عايزين نشرب البيبسي يبقى هو كوب واحد فقط في اليوم، لو هنشرب الشاي يبقى هو كوب واحد فقط في اليوم. طب لو عايز اشرب شاي واشرب بيبسي، لا اختاري حاجة من الاثنين، يا اما تشربي كوباية صغيرة من البيبسي وكوباية صغيرة من الشاي، او كوباية صغيرة من القهوة، اختاري لك نوع واحد كافيين هو كوب واحد فتقسميه. عايزة تاخدي مثلا كوب من القهوة مع يعني كوباية صغيرة من البيبسي حسب رغبتك، لكن الافضل ان احنا نبتعد عن الكافيين. نسبة الكافيين برضو بتعمل مشاكل في الجهاز العصبي مع الجنين، وبتؤدي الى يعني مشاكل مش حلوه مع التراكم يعني، ولكن من نفسنا مفيش مشكله. طبعا بتحبوا تاكلوا البسكوت مع الشاي. في نهايه الحلقه بتاعت النهارده، يعني برضو انا بعتذر عن الاطاله، ولكن احب اوجه تحيه خاصه جدا
لكل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.